إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بيّن الله تعالى هنا في هذه الآية بياناً مؤكداً بإن أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، أي في النار التي تسمى جهنم، وسميت جهنم لبعد قعرها وسوادها، فهو مأخوذ من الجهمة، وقيل إنه اسم عجمي عربته العرب، وأيا كان فإنه أعني لفظ جهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها. وقولوا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من هنا بيان للإبهام، أعني إبهام الاسم الموصول في قوله إن الذين كفروا، وعلى هذا فيقتضي أن أهل الكتاب كفار وهم اليهود والنصارى، وكذلك الأمر، فإن اليهود والنصارى كفار حين لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن قالوا إنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدعون لموتاهم بالرحمة وما أشبه ذلك من العبارات التي يتزلفون بها فإنهم كاذبون، إذ لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لآمنوا برسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد وصفه في التوراة والإنجيل كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بل إن عيسى صلى الله عليه وسلم قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاء هذا الرسول الذي بشر به عيسى بالبينات قالوا هذا سحر مبين وكذبوه ولم يتبعوه، إلا نفرا قليلا من اليهود والنصارى فقد آمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعوه. أولئك هم شر البرية، شر البرية أي شر الخليقة، لأن البرية هي الخليقة، وعلى هذا فيكون كفار من بني آدم من اليهود والنصارى والمشركين شر البرية، شر الخلائق، وقد بين الله ذلك تماما في قوله: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين هم شر البرية عند الله عز وجل، وإذا كانوا هم شر البرية فلن نتوقع منهم إلا كل شر، لأن الشرير ينبثق منه الشر، ولا يمكن أبداً أن نحسن الظن بهم. قد نثق بالصادقين منهم كما وثق النبي صلى الله عليه وسلم بالمشرك عبد الله بن أريقط حين استأجره ليدله على طريق الهجرة، لكن غالبهم وجمهورهم لا يوثق منه لأنهم شر. ولما ذكر الله حكم هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين ذكر حكم المؤمنين، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والقرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني
فيؤتى بالمعنى وما يقابله، ويؤتى بأصحاب النار وأصحاب الجنة، ويؤتى بآيات الترهيب وآيات الترغيب، وهلم جرا لأجل أن يكون الإنسان سائرا إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء، ولئلا يمل. فإن تنويع الأساليب وتنويع المواضيع لا شك أنه يعطي النفس قوة واندفاعا، بخلاف ما لو كان الكلام على وتر على وتيرة واحدة، فإن الإنسان قد يمل ولا تتحرك نفسه.